ومن الحراس المميزين بالدوري مثل ما حكينا هو حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي مع الجوقة الأهلاوية بال2010، موسم ممتع جدا، كان حارس شاب أول طلعته وحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي. السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. في الفيديو إن شاء الله تعالى راح نحكي عن تعاقدات نادي الاتحاد، مين غادر، مين تم تجديد العقد معه، مين اللاعبين الجدد اللي اجوا على النادي، وكمان باخر الفيديو راح نرد على بعض التعليقات اللي جتنا في الفيديو هذا الماضي. وكمان اذا عندكم اي سؤال او اي اقتراح اكتبوا لنا بالتعليقات، انا راح ارد عليكم ان شاء الله تعالى اول باول. اذا التعليق مهم جدا راح ارد عليه بالفيديو. وكمان بدي اشكر بعض الاشخاص الداعمين لي، وهن دائما موجودين بالقناة أو بيكتبوا تعليقات بكل الفيديوهات. الأخ علي عساف مؤسس القناة أنا بعتبره دائما هو معي بكل فيديوهاتي وبكل الشروحات اللي بنزلها، هو دائما معي وبدعمني. وكمان الأخ صافي أبو العبد أخ العزيز، كمان هو من مشجعين نادي الطين ودائما هو بشوف كل تعليقاته، تحية كتير كبيرة له. وكمان شخص وأخ الجديد اللي انضم لنا الأخ عادل عساف، كمان هو من المتابعين الجيدين لقناة سما سبورت. وكمان تحية كتير كبيرة للأخ أبو حاتم، كمان تعليقاته المهمة بكل فيديو بنزل هو بيكتب تعليقاته. مشان ما نطول عليكم الفيديو مباشرة ندخل لموضوعنا، تعاقدات نادي الاتحاد. وقبل البداية راح أشرب كاس شاي بكاسة ريال مدريد، تفضلوا سووا معي. اليوم كان عندي روحة على البحر مع بعض الأصدقاء زملاء عمل، روحة كانت كتير حلوة. نزلت ستوري، نزلت مقطع فيديو على الستوري، إن شاء الله تعالى رح أنزل فيديو كامل فيديو رحلة على قناتي الجديدة قناة سوريا في قلوبنا. مشان ما نطول عليكم، مثل ما حكينا أول تعاقد لنادي الاتحاد، بالفعل تعاقد مهم، يعني أهم تعاقد بالدوري السوري أنا كرأي شخصي طبعا، هو الكابتن خالد حاج عثمان، عودته لنادي الاتحاد بعد ما قضى موسم كامل بالدوري السعودي مع نادي ضمك السعودي. يعني اول حارس سوري بيحترف برا بيلعب موسم كامل، قدم اداء جيد جدا، وبعد لعب نص موسم كامل بنادي الطليعة قدم اداء ممتع جدا، تصدى العديد من ركلات الجزاء، كان حافز كبير له لنادي الطليعة. واليوم شفناه عم يوقع عقد رسمي مع نادي الاتحاد. خالد حاج عثمان اسم كبير بالدوري السوري وابناء نادي الاتحاد، ومن الحراس المميزين بالدوري مثل ما حكينا، هو حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي مع الجوقة الأهلاوية بال2010، موسم ممتع جدا، كان حارس شاب أول طلعته وحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي. فإذا الكابتن خالد حاج عثمان على كشوف نادي الاتحاد لموسم 2020-2021، بالتوفيق لهذا هذا الحارس، ان شاء الله نشوفه باعلى المراتب ونشوفه كمان يكون بالمركز الاول مع منتخبنا، يكون حارس الاساسي لمنتخبنا. مع احترامنا لكل الحراس، وفي اسماء مميزه بالدوري السوري على صعيد الحراس. وطبعا كل هالمعلومات وكل الاخبار هاي صادره عن صفحات الانديه الرسميه، هاي الاخبار عم بحكيها حاليا خاصه بنادي الاتحاد، عن صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك، وأيضا باقي الأخبار عم نجيبها من صفحات الأندية الرسمية اللي عم تشتغل على نفسها، وصفحات صارت محترفة، صفحات عم يعملوا شغل كتير حلو، وخاصة صفحة نادي حطين وتشرين ونادي الوسبي عم يشتغلوا شغل ممتاز جدا. واللاعبين اللي تم تجديد العقد معهم هن اللاعبين محمد أحمد نوري، حسام العمر، عبد الله نجار، شاهر شاهين، ابراهيم الزين، ابراهيم السواس للموسم 2020-2021. اسماء مميزه، وصار لها من عدا الكابتن ابراهيم الزين، اسماء اللي ذكرناه هون صار لها ثلاث اربع مواسم مع نادي الاتحاد انسجام كامل. ابراهيم السواس مركزه مهم جدا، وبالموسم الماضي قدم مباريات جميله جدا مع نادي الاتحاد، كان لاعب اكثر مميز. وحسام الدين عمر من المميزين بنادي الاتحاد، ولكن عنده شوية سرعة زيادة وتسرع زيادة، وقت اللي بيلعب ما بيرفع راسه للصديق، عنده هالشغلة السيئة. وما تبقى لاعب أخلاق عالية، لاعب مهم جدا بنادي الاتحاد. والأخوين أحمد الأحمد ومحمد الأحمد كمان تم تجديد العقد معهم ليكونوا مع نادي الاتحاد بالموسم
القادم لاعبين مهمين جدا بنادي الاتحاد. صاروا كانت حكينا هن اربع خمس مواسم عم بيلعبوا مع بعضهم، هن ابناء نادي الاتحاد ترفعوا من الشباب للرجال وترعرعوا بنادي الاتحاد. وخليني اسوي كاس شاي نجفري لاني فايزا. وكمان تم تجديد العقد لعبد الله نجار اللاعب المهم والمهاجم الصريح بنادي الاتحاد، وبموسم ما قبل الماضي كان مع نادي الوحدة ما شفناه بهالقلق اللي نتعود عليه من لاعب عبد الله نجار، وبالموسم الماضي رجع لنادي الاتحاد، وحاليا بهذا الموسم تم تجديد العقد معه للموسم 2020-2021. ان شاء الله وتعالى يقدم موسم جميل جدا مع نادي الاتحاد. وبفيديو سابق حكينا بكل التفاصيل عن مدرب نادي الاتحاد ومساعد المدربين، الرابط بتشوفوه بصندوق الوصف وايضا مثبت باول تعليق، وكمان بتحسن تشوفوه على الشريط اللي يطلع ابيض من هون او من هون كمان، اضغطوا عليه فيه كل التفاصيل، وكمان بشاشة النهاية راح يطلع شاشة مصغرة كمان فيه كل التفاصيل عن اخبار نادي الاتحاد. وكمان من اللاعبين اللي تم تجديد العقد معهم محمد العنز، هذا اللاعب نوعا ما انظلم بسبب الإصابة، نص موسم كامل ما لعب، تعرض لإصابة بعد ما التحق بنادي الاتحاد، يعني نص موسم ما لعب، فقط في مرحلة الإياب لعب كل المباريات، هو لاعب منتخبنا الأول. وطبعا محبين نادي الاتحاد كثيرين، واحد من محبين نادي الاتحاد سيد رجب علي هو دفع قيمة العقد للكابتن محمد العنز ليكون مع نادي الاتحاد بموسم 2020-2021. كل الشكر لكل شخص بيدعم الاتحاد، ومشان ما حدا يعتب علي ليش بتعمل فيديوهات كتير عن نادي الاتحاد، بصراحة نادي الاتحاد نادي كبير ونادي عريق وكل الأندية على عيني وعلى رأسي، ولكن الوقت اللي بنزل الفيديو عن نادي الاتحاد تجيني مشاهدات أكثر من باقي الفيديوهات. نزلت فيديوهات عن نادي الوحدة نادي حطين مع الأسف ما أجتني مشاهدات، مشان هالشغلة الصغيرة ما بحب اني اعمل فيديوهات على الاندية اللي ذكرنا اسمهم. فاذا نادي الاتحاد اسم كبير له جمهور كتير كبير ان كان بداخل السوري وبالوطن العربي وبالعالم اجمع، وخاصة هون عنا بتركيا له مشجعين ومحبين شاب بشكل لا يوصف. ومن ابرز المغادرين من نادي الاتحاد عبد الناصر حسن اللي راح لنادي الجيش للموسم القادم. طبعا عبد الناصر حسن في المواسم السابقة كان لاعب ومدافع مهم بنادي الاتحاد، كان يلعب ببسالة وبروح عالية، ولكن بالموسم الماضي ما شفنا لعب بكل طاقته وبكل حماس لنادي الاتحاد. وبالتوفيق للكابتن عبد الناصر حسن مع نادي الجيش، وان شاء الله نشوفه بأعلى المراتب. وكمان من المغادرين الكابتن أحمد الأشقر راح على نادي حطين بعقد رسمي ليكون مع نادي حطين الموسم 2020-2021. أحمد الأشقر قدم بعض المباريات الجميلة مع نادي الاتحاد، هو لاعب منتخبنا الأول، فإذا بالتوفيق للكابتن أحمد الأشقر مع نادي الجديد نادي حطين. وكمان من اللاعبين المغادرين من نادي الاتحاد لاعب أنس بوطة انتقل لنادي حطين رسميا بعقد الموسم 2020-2021، وكمان قدم موسم جميل مع نادي الاتحاد وأحرز أهداف جميلة مع نادي الاتحاد. فإذا كمان بالتوفيق للكابتن خلوق واللاعب الممتاز الكابتن أنس بوطة مع نادي حطين. فإذا هذول أبرز اللاعبين اللي غادروا واللي تم تجديد العقد معهم، وأبرز لاعب كان خالد حاج عثمان. في بعض الأخبار اللي طلعت اللي هي من صفحات غير رسمية إنه قدوم الكابتن من هالطيارة اللي يكون مع نادي الاتحاد، من هالطيارة لاعب مدافع، ما بعرف أي تفاصيل لأني على صفحة نادي الاتحاد الرسمية ما حكوا هذا الشيء. وكمان لاعب منير نشار اللي لعب موسم الماضي مع نادي النوعير للشباب، كمان بعض الصفحات تداولت هذا الخبر انه راح يكون مع نادي الاتحاد، ولكن على الصفحه الرسميه ما شفنا اي شيء. وطلعت اشاعات كثير كبيره على نادي الاتحاد، ولكن اليوم شفنا على بعض الصفحات نادي الجيش تم تجديد العقد مع الكابتن محمد الواكد للموسم القادم. وراح ارد على بعض التعليقات. التعليق الاول من الاخ عاشق الحور، اخي انس بوطه وعبد الناصر حسن ذهبوا من نادي الاتحاد، مين بده يكون مكانهم الموسم الجديد؟ هل الحارس خالد حاج عثمان للنادي الاتحاد؟ طبعا اخوك من الرقه، تحياتي لك اخي
عاشق الحور. طبعا حكينا بالفيديو بكل التفاصيل عن خالد حاج عثمان، او اللي غادروا واللي رجعوا للاتحاد واللي تم تجديد العقد معهم. فتحياتي لك، اول مره بشوف تعليقك ونورت قناتي. وتعليق من الاخ ابو حسن، هلا 40,000 دولار مبلغ خيالي. تحياتي لك اخي ابو حسن. نحن مو عم نحكي انه مبلغ كبير او مبلغ خيالي، مبلغ متواضع جدا بباقي الدوريات. انت عم تحكي انه قصدك انه مبلغ على دوري على بمقارنة لباقي الدوريات، طبعا مبلغ ما بينذكر، عيب واحد يحكي فيه. ولكن 80 مليون ليرة بالدوري السوري رقم خيالي، يعني ما فيها اللاعبين اللي بيستاهلوا. وذكرنا بالفيديو الماضي اللاعبين اللي بيستاهلوا هذا الرقم، يعني لاعبين بينعدوا على اصابع اليد الواحدة. فتحياتي لك، هذا رأيك الشخصي وانا كمان حكيت رأيي. وكمان تعليق من الاخ فايز انس اصالة، اعمل مقطع على صفقات نادي ايطاليا. تحياتي لك اخي فايز، وان شاء الله تعالى بالقريب العاجل رح نعمل مقطع فيديو او فيديو عن كل الانتقالات وكل الانديه السوريه ان شاء الله وتعالى. تحياتي لك اخي فايز. وكمان تعليق من الاخ اسامه فضايح، هذا اسمه اللي طالع معي، ليش ما عم تختصر بالفيديو والله بملء الواحد. تحياتي لك اخي اسامه، يعني 8 دقائق اقل منها، يعني واحد ما بمل بفيديو ب 8 دقائق. انا بعرفك انت وبعض الاشخاص المتابعين من قناتي بتابعوا غير قنوات بنزلوا فيديوهات 10 دقائق 15 دقيقة 17 دقيقة وثلاث ارباع اخبار وكذب. بنزل خبر اليوم عن لاعب انتقل للنادي الفلاني الاوروبي وما بعرف ايش، بطلع تاني نهار الخبر عاري عن الصحة. يعني 8 دقائق بصراحة مي طويلة. وإذا بدك لا تتابع، يعني مع احترامي لك، يعني هذا رأيك الشخصي وكل واحد هو حر. أنت اليوم عقلك لك، وأنت عارفان شو بدك، عارفان شو اللي عم بتتابعه. فتحياتي لك أخي أسامة وأنت حر يعني. وكمان تعليق من الأخ علي عساف، أهم شيء الاتحاد ما جاب حدا من برا. هذا الموسم شفنا نادي الاتحاد أغلب اللاعبين عندهم بأبناء النادي وما في حدا غريب للأمانة. تحياتي لك أخي علي عساف. فهدول أبرز المعلومات وأبرز التعليقات اللي ردين عليهم. مشان ما نطول عليكم الفيديو، بالنهاية بألف خير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت، اشتركوا بقناة جديدة فيها مواضيع مهمة جدا جدا، وتبقى ألف خير وصحة وسلامة.